بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعضاء ومشاهدي وزائري ومشتركي قناة المعلم التعليمية. معنا النهاردة شرح مبسط جدا لدرس بسيط وكتير كلنا طبعا بنحتاجه بدون أي استثناء، وهو برنامج Easy Driver Packs، برنامج البحث عن التعريفات سواء في وجود النت أو بدون وجود النت. تعريفات الجهاز اللي هي تعريف الصوت، تعريف كارت الشاشة، تعريف الوايرلس، الكلام ده كله. طبعا احنا لما بننزل نسخة بنكون محتاجين اسطوانة التعريفات الخاصة بيها، وساعات كتير مننا يكون الاسطوانة باظت او الاسطوانة ضاعت او الاسطوانة مش موجودة، فبنحتاج ان احنا ننزل تعريفات الجهاز او ندور عليها واحد واحد من النت. وطبعا بتكون التعريفات ناقصة جدا وتعريفات مش مكتملة وتعريفات احيانا بتكون غير مناسبة، لان طبعا كل بوردة ولها تعريفاتها. فالبرنامج ده برنامج سهل جدا في الاستخدام وفعال جدا جدا، ان شاء الله يعجبكم. طبعا مكان التعريفات، انت لما بتنزل نسخة اول حاجة بتدخل ماي كمبيوتر كده، هنا ده مكان التعريفات، دي التعريفات اللي معانا النهاردة او تعريفات الجهاز، تعريف اليو اس بي، تعريف كارت الشاشة، تعريف الصوت، تعريف النتورك، تعريف الكلام ده كله. كل دي التعريفات اللي معانا، اللي طبعا لما يكون التعريف مش موجود او التعريف ناقص بيكون في علامة صفراء جنب المكان اللي ناقص منه التعريفات. برنامجنا النهاردة Easy Driver Packs، طبعا انا هرفعه لكم على الميديا فاير كالعادة، احطه لكم في الديسكريبشن في وصف الفيديو. بندخل هنا، لو انا فكك الضغط عنه جاهز تدخل، هي دي ايقونة البرنامج. نفتح البرنامج كده، طبعا البرنامج ده مش محتاج اتصال بالنت، يعني ممكن نشتغل عليه ونعرف الجهاز من غير اتصال النت. هو كده بس بيحمل التعريفات، دي التعريفات الموجودة معانا على الجهاز. هو محدد الجهاز من نفسه، محدد التعريفات اللازمة للجهاز، يعني الحاجات اللي مش معمولة عليها يا جماعة مربع دي مش معنى كده ان هي مش هتتسطب على الجهاز. هو محدد تعريفاته كاملة، يعني يا ريت ما نحددش احنا وما نلعبش في حاجة. هنا بنيجي هنا مكان الزر ده، مكان اللي هيحفظ فيه التعريفات، برضو احنا ما نلعبش في حاجة لان هو بيحفظ التعريفات لوحده في المكان المناسب ليها. هنا دي لو عايزين نخرج من برنامج ستارت، دي لو عايزين نبدأ نعرف الجهاز. only يعني هيعرف تعريف تعريف، هيعرف الجهاز تعريف تعريف تعريف، وبعدين يعمل ستارت، وبعدين تعريف، وبعدين يعمل ستارت، وهكذا. وهنا التاني اختيار ده لو عايزه يعرف التعريفات كلها مرة واحدة، بنضغط عليه بيبدأ يعرف الجهاز كله مرة واحدة، وفي الآخر بيطلب منك انه يعمل ريستارت للجهاز. بتعمل ريستارت للجهاز، تفتح تلاقي الجهاز خلاص كل التعريفات متعرفة وكاملة. طبعا انا مش قادر اعرف التعريفات لانها كده كده متعرفة عندي، بس هو برنامج سهل جدا وغني عن التعريف طبعا. واتمنى يكون الشرح عجبكم، واتمنى ان انتوا تعملوا مشاركة واعجاب لقناة المعلم التعليمية، واراكم في حلقة اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.